بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا حضورنا الكريم على بركة الله وحفظه، ينطلق صوت ما شاء الله جديد من انطلاقات الخير والبركة، ونتمنى كل التوفيق والناموس يا الأخوة المشاركين هنا بانطلاقات هذا الميدان، واتمنى كل التوفيق للحاضرين على أرضية ميدان الطي. الله يمرحب محمد بن أحمد العبد الله بن محمد بن هلي اللي يستفتح إذاعتنا النقلة هناك على الذهب، راشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري وثلاث المراكز الفائز، وسعيف بن مطر سيف بن عبد الله بن مطر الخاصوني الاجتبي، وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع هناك من الجانب الآخر الغزال لحمد بن سالم خلفان بن علي الاجتبي، كابتن الخوانيج كابتن الخوانيج يلا يا ابو شهاب خلك في الفورمة، النقلة على المركز الخامس اللي في المركز الخامس ممتع وحمدان بن محمد بن راشد بن غدي الاجتبي، وفي المركز السادس هناك المتعفرد وسالم بن راشد بن غدي الاجتبي، وسابع المراكز وصول ما شاء الله اسم جميل ومميز مع الذيب ومحمد بن سعيد بن حلوة الاجتبي، وفي المركز التاسع هناك من الجانب الآخر سياف مع سعيد بن سليم بن سالم الأسود العامري، وعاشر المراكز ما شاء الله هذا الحضور مع منحاش وحمد بن مصبح بن حمد الخاصوني الاجتبي. هكذا أيها الأخوة كانت نتيجتنا ما شاء الله للعشر المراكز، دعناها عليكم بالهو تمام. هكذا كان الوصف التفصيلي لانطلاقات هذا اليوم المميز، هذا اليوم الجميل، هذا اليوم الحاضر ما شاء الله. ولكن شوف الفايز، شوف الفايز، شوف الفايز يلعب ما شاء الله، يلعب 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 يلعب، مستمتع بالمركز الأول، مستمتع مرتاح على المركز الأول، والخاصوني الخاصوني اللي يقدمه حاضر سيف بن عبد الله بن مطر الخاصوني الاجتبي، حاضر بهناد ما شاء الله مع هذه الانطلاقات. مرحب في المركز الثاني أحمد بن عبد الله بن محمد بن هلي أيضا متواجد، بوشهاب 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 محمد بن أحمد بن عبد الله، نعم نعم محمد بن أحمد بن عبد الله بالهلي أيضا حاضر نقلتنا على المركز الثالث، هناك الذهب في المركز الثالث، وراشد بن سعيد بن عبيد الحميري ورابع المراكز، وصل وصل بن حلوة، وصل محمد بن سعيد بن حلوة الاجتبي ما شاء الله الذي حاضر مع الذيب في خامس المراكز، والأسامي كلها الأسامي كلها بدأت تقترب، الأسامي كلها بدأت تحضر، ولكن الخاصوني يلا يا الخاصوني ريحنا وريح أعصابك، ريحنا وريح أعصابك. الله 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 على هذا الحضور الجميل، الله على هذا الحضور المميز، اسم على مسمى يا الفائز، اسم على مسمى يا الفائز على هذا الحضور الجميل. قلت لكم ما شاء الله، خبرتكم يلعب على أرضية هذا الميدان، اللي بيسمع صوت راعي، اللي بيسمع صوت راعي، اللي بيسمع صوت الكلام. الله يا سيف يا بن عبد الله يا بن مطر الخاصوني الاجتبي محاضر ومتابع انطلاقات ما شاء الله الفايز، ولكن الذيب واصل، الذيب واصل محمد بن سعيد بن حلوة الاجتبي في اللحظات الأخيرة. شوف الغنتي منصور بن سيف بن خلفان الأغوي شاهين شاهين شاهين، وأحمد بن مطر بن سيف اللاحج الهاجري قادم قادم بكل قوة، قادم بكل قوة لعندم الشبابي يا بلاحج، بكره ولا قعود يحسب الألف حسابي يوم تحضر الحشود. الذيب مسيطر، الذيب مسيطر، الذيب صامد، شاهين يحاول بالأسود من الجانب الآخر مع سياف وسعيد بن سليم بن سالم بن أسود العامري، اللحظات الأخيرة الذيب الذيب محمد بن سعيد بن حلوة، ولكن سياف سياف في اللحظات الأخيرة. تهانينا سعيد بن سليم بن سالم بن أسود العامري على هذا الفوز الجميل والمستحق، تهانينا الناموس المركز الثاني. هناك أحمد مطر بن لاحج، وفي المركز الثالث محمد بن سعيد بن حلو المركز الرابع أيها الأخوة للسيد سيف بن عبد الله بن الخاصوني، وهناك مبارك المبارك الشامسي أيضا بن نادر الشامسي حقق خامس المراكز. هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة، 4:32.84 جزء من الثانية، حنينة والناموس الفائزين للمنطلقين على أرضية هذا الميدان، تهانينا والناموس.